مرحبا، مثل العادة مشاهدينا عم نطلع عليكم يوميا بفقرة انفوكس، واليوم رح نحكي عن تأمين فريد من نوعه. يعني أول مرة بسمع بهيك نوع تأمين، تأمين وثيقة الخطأ المهني للمحامين. أولا كيف فكرتوا بهيدي الفكرة؟ نحن ابتدينا مع مشوارنا مع المحامين لما نحن على عبر التطبيق كمان قدرنا نأمن المحامين على مرض الكوفيد، فصار كل محامي اللي يحمي حاله وعائلته واللي بحبهم يشتري وثيقة تأمين أو بوليسة تأمين عبر الابليكيشن كومن لا يحميهم من أي ضرر. من هون نحن شفنا أنه في حاجة للمحامية يلي مش موجودة، يلي هي تأمين الخطأ المهني. يلي يعني ما حدا معصوم عن الخطأ، ممكن أي محامي يقوم بخطأ مهني، ولا إنسان ما بيغلط. فيك تعطينا مثل عن الموضوع؟ ولا إنسان ما بيغلط، فبشان هيك فأكيد يعني نحن اليوم نحن أكيد المحامي ممكن يكون عنده جلسة تغيب عنه، ممكن يكون عنده جلسة ينسى يبعث كتاب إنه هو بالمستشفى مريض، ممكن أو يكون مش واصل له أو مش قاري ملف، فما في حدا غني عن الأخطاء بالفعل، ولا محامي ولا طبيب، فبشان هيك بياخذوا وثيقة التأمين المهني لتحميهم. سبق وحكينا بالحلقات السابقة عن التأمين يلي بخص الأطباء ما أيضا. أكيد حكينا، ونحن الطبيب مثل المحامي لأنه منا نربطه شوي. كيف الإقبال بما يخص الخطأ الطبي؟ إذا كان الإقبال ممتاز ممتاز ممتاز، يعني الإقبال نحن اليوم فينا نقول أنه عنا أكبر كمية حكمة مأمنين معنا عبر الابليكيشن على التأمين المهني، ونحن هيدا حيساعد ويسرع، لأنه بعرف أنه بنائبة الأطباء عندهم مشروع تطبيق التأمين الخطأ المهني الطبي بدون ينزلوا على البرلمان. يعني لهيدا السبب السعر متدني جدا، لأنه في العديد من الأطباء انتسبوا لهذا النوع من التأمين. أكيد اليوم نحن فينا نقول بكل فخر أنه اليوم الميديكال مال براكتس أو الخطأ المهني الطبي على الابليكيشن، أنا بكل فخر فينا أقول أنه اليوم أرخص سعر موجود بلبنان، ونفس الشيء لتأمين المهني للمحامين أرخص سعر موجود عنا على الابليكيشن، وكل ما يزيده كل ما يرخص. بدنا نذكر المشاهدين روجي كيفية كيف بيقدروا يحصلوا على كمان بيعملوا داونلود مثل العادة للتطبيق بظرف 90 ثانية، يعني طريقة سهلة جدا مثل ما عم نشوف سوا عبر الشاشة. مضبوط، يعني نحن كل شيء واحد بيشتري كليا اونلاين بيروح بنقي يعني فكرة فريدة من نوعها. منهنيكم، وعلى طول في افكار جديدة بنحكي فيها تحت الهواء، يعني ان شاء الله قريبا بنقدر نفصح عنها للمشاهدين. وبدنا نشكر على طول الاشخاص اللي عم بيحطوا ثقتهم بكمن، والى الامام على طول. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا، ملتقانا فيكم مثل العادة يوميا عبر فقرة انفوكس، والى اللقاء.